ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السؤال: هل الواجب على المرأة حبل لقب زوجها شرعا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصلي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يجوز من حيث النسب أن ينسب المرء إلى غير نسبه الأصلي أو يدعى إلى غير أبيه، فقد حرم الإسلام على الأب أن ينكر نسب ولده بغير حق إجماعا، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية أخرى: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فإذا كان لا يجوز أن يقال فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات وكانت معروفة معهودة فإن ما يجري بالعرف يجري بالشرع، والعلم عند الله تعالى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. سلام عليكم.